طلع مسافر لحاله هو. انا قلت ايه؟ مسافر لحاله هلا. ماني صدق احنا بكرة بيرضى بالسلامة بيزيد عندك ما راح يروح. صدق بأحمد انت صدق انت قاعدة هون يعني؟ انت ايه لا راح روح قاعدة هون قاعدة هون نص البيت. شو بتعملي لي يعني انت؟ لعبك وبحكي لك قصص بحكي لك فلة وكل الحكيات. بعدين بنزل في الصبح بنرتب بيتنا ومرتب تختنا ونلعب ناكل بوظة نحن وياك بلعبك. ما بنلك مساط أحسن بدون ما يروح أحمد ويزيد وبعدين نعمل لك مساكن وبعدين خلاص. يعني خليه يسافر قولتك مو؟ ايه ليه تخاف معلش؟ معلش يلا أسبوع هو.